السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض 10 كيلو شاور جل. يسعدنا اشتراككم في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. هنحضر 8 لتر مية وندوب فيهم كيلو صابون، نتأكد إن هو داب وما عادش في أي تكتلات زي ما انتم شايفين قدامكم. هننزل 300 جرام كمبرلان ونقلب كويس، لازم التقليب كويس. سر نجاح اي خلطة هو التقليب، لازم نقلب علشان المكونات تتجانس مع بعضها وتديني افضل نتيجة. هنا هننزل 165 جرام بيتين وبرضو نقلب. دلوقتي هنظبط البي اتش على 5.5 باستخدام ملح الليمون. نجيب شوية ملح ليمون وندوبهم في شوية مية وننزل بيهم بالتدريج واحدة واحدة، ونقيس معانا البي اتش لغاية لما نظبط على 5.5. لو مظبطش معانا من أول مرة ننزل كمان بشوية ملح ونقلب كويس لغاية لما نوصل للنتيجة المطلوبة. بعد كده نضيف 20 جرام جلسرين ونقلب كويس برضو. بعد كده ننزل ب20 جرام من زيوت الصوديوم، مادة حافظة ما ينفعش هنا على شاور جل او الهاند سوب او اي منتج نستخدمه للبشرة ان احنا ننزل بفورمالين كمادة حافظة. من زيوت الصوديوم هنا هي المناسبة لكل منتج نستخدمه للبشرة. مع التقليب هننزل بـ100 جرام ملح طعام، طبعا احنا مدوبينهم في ميه قبل كده، وننزل تدريجي لغايه ما نوصل للسمك المطلوب للمنتج على حسب ما انت عايز، عاوز تقله خالص زي كده. هنا المنتج معانا بسم الله ما شاء الله تقيل خالص، في سماكة وتخانة في المنتج، ولسه كمان لما الفقاقيع دي تطلع منه هتشوف حاجة مية مية.
اللون اللي هتنزل بيه حسب الرغبة. والريحة كمان حسب الرغبة، عاوز تحط ريحة تفاح ماشي، ريحة خوخ على حسب ما انت عايز، او هيمشي مع الزبون عندك. ودي كانت النتيجة النهائية للمنتج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا اشتراككم في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.